كانت طليقتي هي حاليا يعني كانت تراسل مراسلات عندها ويا صفحة باسم بنية يعني، فمن يجي أسألها تقول هاي صديقتي. فكانت يعني أكثر الأوقات يعني تطلع زعلانة، تعوف البيت، تكسر غراض يعني في سبيل بس تغيظني في سبيل يعني أسوي شيء حتى تطلع من البيت. لحد ما طلعت من البيت عافت أخذت غراضها وغاي وجيت لقيت البيت يعني ما بيبقى. أخذت الطفل الصغير عندي عندي 3 أطفال منها بنية ولد 2، عافت الولد الوسطاني وأخذت الصغير واخذت بنتي اللي هي عمرها 14 سنة حاليا. صار لانه طلقني واني عندي مشاكل ما شنو فطلقنا انفصلنا هذا وعدها وكتبت لي تنازل هذا استاذ هذا تنازل يعني الطلاق كان كمشاكل عائليه كمشاكل انا ما اعرف انه اكو بيها انه مراسلات وخيانه هذا لحد ما اكتشفت انه بنتي اللي عمرها 14 سنه تراسل نفس الشخص اللي تراسل امه بنفس الصفحه. هي اخذتهم شلون عرفت يعني اجتك بنتك؟ لا استاذ هي بعد ما اخذتهم وصار الطلاق فقالت لي احنا القرار ورا 3 أشهر تخلص العده ونرجع احنا وجهالنا وما عندنا شيء. فانا ظليت انتظر 3 أشهر. 3 أشهر انا عايش يعني سواليف وياها واطلع يعني حتى اكو طلعات تطلع انا وياها. ما ورا 3 أشهر رحت كان خابرني اخوها قال لي المرأة تزوجت فلان تزوجت يعني ما اقدر اذكر اسماء. فانا بعد بهيك حاله قررت اروح اشوف بنتي بعد لان انا بنتي ما اقدر اشوفها بعد انه اذا هي امها تزوجت وتاكدت من هذا الشيء يعني بعيني. ما اقدر اروح انه اشوف البنيه اذا مو يعني ببيتها. فرحت لها المدرسة جبتها وجيت فاكتشفت ان المحادثات نفسها هذن المحادثات كامله طبعا تليفون البنيه بتليفون البنيه 14 سنه هذن المحادثات كلهن استاذ ذن المحادثات كلهن بال هذني المحادثات اللي هي نفس الصفحه اللي نفس الصفحه تراسل امها ونفس نفس الصفحه اللي تراسلها طليقتي ونفس الشخص اللي تزوج طليقتي بعد مرور اللي هو مسوي صفحه باسم بنيه فقدمت هنا لل اشتكيت بهن وانحكم بهن هو 4 أشهر وبعد تمييز. سؤال شنو الموجود بال استاذ موجود صور يعني ما اقدر صور لا اخلاقيه بنتي نعم هو دازلها يعني صور لا اخلاقيه وهي مدازت له صوره وحكي يعني لا اخلاقي نهائيا. يعني سؤال تفضل. يعني الشخص نفسه زوج طليقتك نعم هو اللي عنده علاقه هم ويا بنتك اللي عمرها 14 نعم سنة. والاغرب من هذا انه امها تعرف بهالعلاقه. امها اكتشفت انها علاقه بالرسائل امها اكتشفت يعني اكتشفت وهي على ذمتي كانت قبل الطلاق حتى قبل الطلاق. يعني اذا هاي العلاقه قديمه استاذ قبل ما تتطلق من عندك استاذ علاقه تقريبا يعني صار 4 أو 5 سنين. حلو العلاقه فهو عن طريق الام دخل للبنت يعني والاغرب من هذا ان الموبايل هو جاب لي اياه وجدت ما قالت هذا الموبايل عاطل واعطوني اياه وانا سويته لبنتي. فهو طمن بالرسائل ذاكر انه هو الموبايل هو جاب لي اياه هديه. شنو مضمون الرسائل تقريبا يعني استاذ؟ يعني مو هي بقى انا اقول لك يعني كاخلاقيا يعني ما احنا انا رجال ما اقدر اسويها يعني انا ما اقدر يعني صور لا اخلاقيه محادثات لا اخلاقيه. شنو الرسائل اللي استوقفت عندها اللي خلاك تشك انه هذا الشخص قاعد يورط بنتك؟ شنو هي الرسائل؟ استاذ يعني انا اقول لك يعني انا بدي اغويها ممارسه ما يعني أوكي ما نقدر اكمل. وصلت الفكره يعني حتى اكو رسائل يقول احنا انا اخذ امك يعني اكو علاقه انه حتى البنيه تدري امها عندها علاقه بالشخص. يعني انا اتزوج امك وتبقين يمي بالبيت نبقى يعني دائما قوتنا بالبيت تعرف انت بعد ما اقدر يعني هو دا يغوي البنيه وغاوي الامايه ويقول اكو شغلات بيني وبين امك ما حد يعرفن بس انت. انا حتى يعني جبتهم للعشاريين استاذ جبت 10 قال انا ابني ما تكفل بيها. زين سؤال انت رحت قدمت دعوه؟ نعم صار الدعوه صار لزوني انت تريد حضاره البنيه انت ما تريد استاذ انا قدمت دعوه بهذن الرسائل انه حتى اخذ بنتي انا قلت لهم انا حفاظا على بنتي لان اذا تعطوني بنتي انا ما لاقيهم دعوه لها لان انا بنتي اخذها وتقعد وياي وخلاص. وباتفاق انه قلت لهم تاخذ البنيه والاطفال حتى 3 وشو كنت ما تريد تشوفهم انا وديها اشوفهم. يعني انا ما يعني مو اخذها انه امنع شوفت امهم منهم وانما تاخذهم وتشوفهم براحتها. بالاسبوع يوم وحكم لها القاضي قلت له بالاسبوع يومين بس بنتي ترجع بحضني بنتي ترجع يمي لان هذا شرف. ما اقدر يعني اشوف بنتي تبقى يم رجال اجنبي باعتبار. شنو صار؟
صار بعد شاف القاضي هاي المحادثات دزني ادله جنائيه ادله جنائيه جابت كتاب انه اكو رسائل بس لفتح الخصوصيه الفيسبوك ما عندهم مال فتح الخصوصيه الفيسبوك فبالقاضي من شاف ذن الرسائل وكهذا قال له ادزك للفحص انا فما يعني مو انا مو تقول لك النار قلبي الاستاذ دزل الفحص لا ما هو احكمني ليه قلت له للقاضي شخصيا اذا مو هو احكمني اليه وطلع انت متاكد 100% استاذ انا 100% متاكد مليون بالميه مو 100% مليون بالميه لان بعد انه حكي القاضي من الحكمه انت بنتك من جبتها يمك اعترفت لك بكل شيء اعترفت مو بس اليه استاذ انا من اعترفت لي دزيت على خالها وسولفت وياه وقعد وهذا من تخاف كان يقول لي صحيح قالت له خاله فلان راسلني فلان يراسلني بالفسوق بالضبط هل معناها لسه ذكرهاني بالفسوق قال لها انا رسائل شنو البابا طلع زوج امها اللي هو زوج امها لا قبل ما يعني قبل ما ياخذها بس كان مطلق انا كنت مطلق يعني انا بوقتها كنت مطلق اي هو ورا 3 أشهر تزوج ايوه هي كانت فتره العده يعني ها ومع العلم انه انا من جبت الرسائل استاذ من جبت الرسائل على موبايلي حتى موبايلي سرقته حتى ما تثبت اي دليل يعني وذبته بالماي وفرمتته وطتني اياه بس انا عندي الرسائل على اكثر من موبايل حاطن على فلاش انا بالنسبه لي اي شيء ثبوتي احطه باكثر من مكان تعرف انه زين ينمسح انت اخذت بنتك للمحكمه حتى انه تقول اللي البنيه عندهم استاذ البنيه عندهم وهي بعلم انه ام والبنيه تجيني تجيني المحلي وتجيني اسوق لها يعني البنيه علاقتي بها فول يعني تروح وترجع لي بس بعد ما اخذوها انه كشفت اللي دزولهم التبليغ مال المحكمه انه عليكم دعوه علي هو اجت بنتي قالت انا مو انا ما قلت وانا ما اشتكيت زين شنو السبب اللي نكرت؟ السبب لك استاذ اريدك تحكي شيء متاكد منه متاكد منه انا قدامي بالمحكمه ضربها على راسها قدامي بالمحكمه ضربها على راسها يعني اذا انت تهديد تهديد وبتجيب للنوع اللي تخاف يعني تخاف عكس الولد عكس الولد يعني هذا الابن هسه ماكو اذا يقول لك انا شيء ما اسوي يعني لو سويته يسوي له قدامك بروح وما يخاف بس البنيه لا من نوع التخاف استاذ واكو بعد انه بعد انه اكو عمليه مسويت لها امها مكان ما نقدر اذكر اسمه انا هسه طلبت للقاضي فحص البنيه كامل استاذ اكو مكان ما اقدر اذكره على الله يسعدك اي ما اقدر اذكره لان مو اقول لك احنا خلي نعم نطب غير موضوع نعم. ورا ما نكرت البنيه وانت قلت اني يعني عشائريا قاعد نعم جابوا وجوا طلبات انه هو ايش قال لك على البنيه؟ البنيه قال اني ما اكفل بيها وقدام يعني عمامه يعني ما اكفل بالبنيه اوكي وما اريد البنيه وما تطب بيتي البنيه بيتي ما تطبه خوش بس عند امها بيت مجتمل تقعد به هي قلت له ماكو بنيه تقعد بمجتمل وحدها عمرها 14 سنه صح وعندي يعني اتصالات يعني ويا اخوته انه تسجيل مكالمات كامل انه حتى اخوته ما رضوا انه البنيه تقعد بمجتمع وحده وهذا الشيء اكدوا لي وراها باربع او خمس ايام دزوري طارش انه يابا انت تريد بنتك يابا اريد البنيه يعني قالوا تعطينا البيت هذا البيت الساكن بي اني هذا الساكن بي اني وهاي السياره شفت نصا منه الامايه تعطينا يعني هو بدفع من عنده يعني هو مادي هم اثنين ماديه الحمد لله والشكر يعني تعطيني البيت وتعطيني السيارة وأنا أسجل أعطيك البنية أنا بهيك شي موقف شنو ردك؟ ردي كان قلت لعمي أعطيها البيت وأعطيها السيارة وأعطيها أغراض البيت أطلع بس بملابسي أنا وزوجتي وأطفالي الثلاثة تتنازل عن البنية بالمحكمة يتنازل عن الولد أنت حضرتك تزوجت؟ إي تزوجت هي تتنازل عن البنية بالمحكمة وأنا أخذها وأمشي ما لكم دخل بينا بعد لان انا هاي بنتي انا مشتريها عفوا القضيه بعدي مستمره القضيه مستمره يعني باعوا انه للعلم انه اليوم دزوني انا فحص هذا فحص اقدر تشوفه انه فحص الحاله النفسيه يعني ما حتى يتاكدون انه انا اتهامات مو باطله هاي اي يعني يتاكدون انه انا هل مؤهل لحضانه البنت زين انا الولد صار من سنه وست اشهر عندي هذا قرار القاضي قرار حضانه الاولاد اللي هي ما رادتهم اي ما رادتهم الذب وما سمعت ابني انه قال لك يعني استاذ قبل اللقاء قال لك انه هي ذبتني على ابويا انه جاك بالشورت يعني وهي تقول ها ومع العلم يعني ذبتهم عليه وراح قامت عليه دعوه اختطاف للاطفال ذبتهم عليه ورحت انا ولدي وجوني يعني ما اطردهم انا
لا طبعا ما تقدر. انا كيفت فراحت قامت عليه دعوه اختطاف للاولاد وجبتهم للمحكمه وسلمتهم اثنينهم. دزوا عليه تبليغ جبت الولد وسلمتهم وما جت استلمتهم استاذ وهم ما جتي. والنوب هم سوت وهسه مسوي عليه مشاهده والصحاب وهم وديتهم وما تجي تشوفهم. فانا قلت لهم انا عندي بنتي بس لابنيكم اعطوني اياها ولا اعرفكم ولا تعرفوني. انا بنتي اهم شيء بنتي. انت اهم شيء تريد بنتي. اهم شيء هي البنيه لان البنيه راح تضيع. واذا ضاعت هاي خطيتها بكل واحد عرف بهذه السالفه ما اضف شهد الحق. من خال او خاله او او عم او عمه من كلها. اي واحد عرف انه بهذه الشغلات وما شهد وياي بالحق يعني انا ما اريد واحد يشهد باطل. شاهد الله انا ما اريد واحد يشهد باطل، يشهد بالحق. انا استاذ انا اسالك انه هذا من جاب المي؟ مو صالح.